نقعد مع بعض ونحافظ على الوضوء. انا بس متوضا ودائما حافظ على الوضوء وعلى ركعتي سنه الوضوء. فانا قبل ما انام ما بقوم بنام الا كلياتنا مثلا على الحمام بغسل، بدل بس ما اغسل بتوضا بطلع بصلي ركعتين اخذ ثواب. اظل دائما انا على طهاره ودائما اكون في معيه الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سمع خششنا علي بلال في الجنه، الرسول صلى الله عليه وسلم فساله قال له يا بلال بما انت هذه المنزله؟ قال ما احدثت الا توضات وما توضات الا صليت ما شاء الله.